خلينا ناخد حضراتكم إلى خبر رياضي، خلينا نروح للرياضة شوية لعلنا يعني نرى بعض أو بصيص من النور. وصلت امبارح بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وطبعا وصلوا إلى كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية. الكأس الأمم الإفريقية تنطلق يوم السبت بإذن الله 13 يناير، منتخب مصر في المجموعة الثانية، وطبعا هيبدأ ماتشاته بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد، وطبعا كلنا إن شاء الله عندنا أمل كبير. المباراة أعتقد هتبقى ما بين الساعة 6 أو الساعة 7 غالبا، وبعدها هيكون في هتبقى تقريبا في الوقت ده. فخلينا كده نروح ونتابع معاكم يعني ما سيحدث في المباراة المتتالية مع كابتن ضياء السيد اللي يطلعنا كمان عن أجواء المعسكر وعلى حالة المنتخب المصري. كابتن ضياء السيد مساء الخير. مساء الخير أستاذة شفقي، أهلا بيكي. أنا عارفة طبعا أنه يعني حضرتك مش هناك، ولا أنا عارفة أن أنت متابع جيد جدا وكأنك هناك، فقول لنا إيه الأخبار؟ يعني كلمنا طبعا الجمهور المصري وكلنا في حالة ترقب لهذه البطولة، وكلمنا عن حالة المنتخب والاستعداد. وفي الحقيقة يعني الحالة العامة البلد كلها من اول القياده فوق، القياده السياسيه لاتحاد الكوره للجمهور للقنوات الرياضيه حتى قنوات التوك شو زي حضرتك، في اهتمام كبير جدا المره دي بالمنتخب، وفي اهتمام بان احنا ان شاء الله نرجع بالبطوله. فالحاله الروح المعنويه بين اللعيبه مرتفعه جدا، بين الجهاز الفني مرتفعه، كل حاجة متوفرة بشكل مثالي للمنتخب، بحيث انه في رغبة شديدة جدا وفي دعم من قبل البطولة بشكل كبير، زي ما بقول لك اهتمام البلد كلها اكيد بالمنتخب. فالحالة كلها في حالة تفاؤل وحالة شحن معنوي كبير جدا لمنتخبنا ولاعيبتنا، فالامور كلها ماشيه باتجاه كويسه. يبقى بقى بانطلاق البطوله والباقي كله على الجهاز الفني واللعيبه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب مردودهم يبقى قوي ان شاء الله باذن الله. طيب مصر الحقيقه منتخب مصر في المجموعه الثانيه، اولا عايز اعرف قبل ما نتكلم على المجموعه الثانيه، عايز اعرف الماتشات الوديه اللي لعبتها مصر كنت شايف الاداء عامل ازاي؟ خلال المعسكرات وتصفيات كاس العالم والتصفيات الافريقيه والمباريات الوديه كمان، فالامور ماشيه بشكل كويس، حاله اللعيبه كويسه، اللعيبه جايه من انديتها، حتى المحترفين بره كانوا ادائهم عالي جدا في مع انديتهم، صلاح ومرموش وتريزيجيه وحجازي كلهم والنني كل ادائهم كان مع فرقهم كانت فورمه كويسه. لعيبه اللعيبه اللي هنا لعيبه الاهلي معنوياتهم مرتفعه، واخدين لاعبين في كاس عالم للانديه ولاعبين في بطوله افريقيا، ولعيبه الزمالك وبقيه اللعيبه كلها فورمتها كويسه جدا، فاداء اللعيبه في مستوى عالي، في روح نفسيه كمان عاليه. طيب عايز اعرف لو احنا بنتكلم على المجموعه الثانيه اللي مصر موجوده فيها واللي بتلعب فيها، وضعنا ايه في المجموعه الثانيه؟ هو طبعا بالنسبه اللي احنا معانا موزمبيق وكاب فيردي الراس الاخضر وغانا، احنا رقميا في اخر سنه وحتى مستوى احنا اعلى بكتير، فان شاء الله نامل ان احنا ناخد اول مجموعه. هنبتدي بموزمبيق ثم غانا ثم كاب فيردي الراس الاخضر، الثلاث مباريات ان شاء الله في المتناول، لكن البدايه مهمه جدا طبعا. البدايه بتبقى دايما بتبقى يعني عنوان كويس جدا بالنسبه للفرقه، لكن احنا الحمد لله في فروقات كبيره جدا بيننا وبين الثلاث فرق، مهم جدا نطلع اول مجموعه عشان اول مجموعه بيلاعب احد التوالد من المجموعه الثالثه، فالتوالد دي يعني احنا هنوصل لدور الثمانيه ان شاء الله، وتبتدي البطوله فعليا بقى من دور الثمانيه، هتقابل المنتخبات القوية اللي هي المرشحة زينا، احنا من على رأس الفرق المرشحة للبطولة
طول الوقت مصر احنا اكتر دوله واخده البطوله دي، واخدينها 7 مرات، اكتر دوله بعدينا 5 بطولات هي الكاميرون، بعد كده ما كله 1 و2. فاحنا ان شاء الله مهم جدا في دماغنا ان احنا نحقق الثامنه عشان نتوج بيها باذن الله. اكيد انا هاخد امنياتك وامنياتي ونحقق الثامنه. واشكرك كابتن ضياء السيد، وانتقل على طول كمان الى يعني كابتن طارق السيد، واسال كابتن طارق السيد سؤال كده واساله، يعني اذا كنا بنحلم ان احنا ناخد البطوله وان احنا بجد نحقق هذا الفوز، ومش بعيد عننا يعني خدناه اكتر من مره كاس الامم الافريقيه، ولكن كلمني عن المباراه الاولى، توقعاتك مين اللي انت متخيل يبقى في التشكيل ويقدر يعني نعدي المباراه الاولى، لان هي دايما بتبقى مهمه. اكيد طبعا، يمكن الماتش الاولاني بيبقى مهم جدا بالنسبه لمنتخب مصر. الاول طبعا مساء الخير على حضرتك، مساء النور كل مستمع حضرتك طبعا او مشاهدين حضرتك. اكيد ماتش مهم جدا، الماتش الاولاني والانطلاقه الاولى هي اللي بتدي يمكن الانطباع. يمكن في بطولتين الحمد لله، يمكن احنا بطولة 2006 و2008 أنا كنت مشترك فيهم، وقدرنا نفوز في البطولتين دول بسبب الانطلاقة الأولانية. أول ماتش هنا في القاهرة كان مع ليبيا، قدرنا نكسب 4-1 والحمد لله ختمنا البطولة بالفوز. البطولة الثانية كانت غانا، قدرنا نكسب الكاميرون في غانا 4-1 4-2 على ما أعتقد 4-2، وبرضه كانت انطلاقة قوية جدا لمنتخب مصر، وقدرنا في الآخر برضه نحصل على البطولة. مهم جدا جدا ماتش الافتتاح بالنسبه لنا في البطوله، او افتتاح البطوله بالنسبه لنا، يعني ان الماتش ده بيبقى مكسب، بيريح اللعيبه، بيدي اللعيبه ثقه في نفسها، خلاص هي واثقه في نفسها. مين اللي يقدر التشكيل او مين اللي يقدر يبتدي بيه؟ يمكن الراجل طبعا هو الاقرب للشغل اللي موجود في الفرقه. يمكن في مراكز محسومه بنسبه كبيره، خط الديفنس مثلا، في مركزين او حراسه المرمى محسوم طبعا بنسبه كبيره لمحمد الشناوي، وقدامه طبعا حجازي وعبد المنعم. ناحيه الشمال في كلام ما بين فتوح وما بين احمد محمد حمدي. ناحيه اليمين برضو في كلام ما بين محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد. في نص الملعب بنسبه كبيره برضو الامور شبه محسومه، الثلاثي النني وحمدي فتحي وزيزو، على اليمين محمد صلاح، على الشمال تريزيجيه، على فيرويد ممكن مصطفى محمد. ده من وجهه نظري الشخصيه، ده الاقرب للبدايه لمنتخب مصر بناء على اللي بيركز عليه فيتوريا. ايه اللي بيركز عليه فيتوريا في المباراه الاولى مع موزمبيق؟ المكسب طبعا اكيد 100%، يعني هو المكسب بالنسبه له امر مهم جدا في افتتاح البطوله، زائد ان هو هيشتغل طبعا مستر فيتوريا. يمكن من ساعه ما تولى منتخب مصر يعني النتائج الحمد لله الى حد ما بنسبه كبيره ممتازه. هو الراجل بيشتغل على المحاور كلها بتاعته، سواء تريزيجيه ناحيه الشمال او محمد صلاح ناحيه اليمين، دول بيعملوا له الشغل اللي هو عايزه. زائد برضه مصطفى محمد في حته الكافيرويد بيقدر يتحرك بشكل كويس جدا، وبيفضي مساحات للاثنين اللي جايين من تحت. مستر فيتوريا مركز جدا في البطوله، اللعيبه مركزه جدا في البطوله، واضح من تعاملاتهم مع بعض، واضح من حبهم لبعض في واضح جدا، يعني في ود كده في الصور وحاله حلوه يعني. بالفعل دي عامله حاله كويسه، بتطمنا يعني، بترجعنا للتاريخ اللي كنا بنحصل فيه على البطولات. اكيد ومش بعيد قوي يعني، من 13 سنه مش بعيد قوي. لا مش بعيده ومش كتيره علينا، ومحتاجينها جدا في هذا التوقيت كلنا ان شاء الله. إن شاء الله. كابتن طارق السيد بشكرك شكرا جزيلا، كل الأمنيات الحقيقة بالتوفيق وبالقلوب لمنتخبنا القومي، وإن شاء الله المباراة الأولى هتكون يوم الأحد زي ما قلنا أمام موزمبيق.